يقول: ما حكم من يصلي لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها؟ إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنها لا تقبل. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات محددة. وفي الحديث: صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. فإذا لم يكن عنده عذر في تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل، وهذا تضييع للصلاة.